علاقة الملكة إليزابيث مع زوجة حفيدها الأمير هاري كانت متوترة منذ اليوم الأول لدخول الدوقة إلى القصر الملكي، ورغم ذلك لم يظهر بشكل رسمي مدى توتر العلاقة بينها وبين الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. لذلك فسر الكثير من الخبراء مدى علاقة الملكة إليزابيث بكل من الدوقة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام وكذلك ميغان ماركل زوجة الأمير هاري عن طريق لغة الجسد بينهن أثناء ظهورهن معا في المناسبات الرسمية، فما تفسيرهم وما هي النتائج؟ وفي مقال نشره موقع زهرة الخليج فسر علاقة الملكة إليزابيث والدوقة كيت بالتالي: بالعودة إلى الكثير من خبراء لغة الجسد، فالعلاقة بين الملكة إليزابيث وكيت ميدلتون قوية للغاية، وهذا ما ظهر واضحا في الصور التي تجمعهما معا، ففي أغلب اللقطات تبدو الملكة متحمسة للحديث مع كيت والتعليق على الفعاليات التي تظهران فيها معا. كما أن الملكة إليزابيث تشعر بالارتياح وبالقرب من كيت ميدلتون، خاصة وأنها تبقى قريبة للغاية منها ومن أسرتها بالكامل، وهذا ما فسره الخبراء بأنها تعتمد عليها في الكثير من الأحيان. وأضاف خبراء لغة الجسد أن الابتسامة التي كانت ترسم على وجه الملكة الراحلة أثناء مرافقتها للدوقة توضح مدى قوة العلاقة بينهما، فهي دائما متبسمة عندما تكون زوجة الأمير ويليام بالقرب منها. أما عن ميغان ماركل فعلى النقيض من ذلك، لم تكن ميغان ماركل زوجة حفيد الملكة الأمير هاري من الشخصيات المفضلة لإليزابيث الثانية، وذلك منذ اليوم الأول لانضمامها إلى أفراد قصر باكنغهام، وظلت الأمور كذلك حتى خرج الثنائي من القصر الملكي في بريطانيا وقررا عيش حياة مستقلة بعيدا عن حياة الملكية. كما أن عدم حضور ميغان ماركل جنازة الأمير فيليب الراحل كان بمثابة إنهاء علاقة ودية بينهما. أما القشة التي قصمت ظهر العلاقة فكانت لقاء ميغان ماركل وهاري مع الإعلامية أوبرا وينفري والحديث بشكل غير لائق عن الحياة في القصر الملكي ومدى المشاكل التي واجهها الثنائي في التكيف مع العادات والتقاليد والأوامر الملكية، ما جعلهما يقرران الخروج والعيش بعيدا عن هذه الأجواء. ويرجع عدم قبول الملكة إليزابيث لميغان إلى أنها لا تتمتع بالمواصفات التي توافق عليها الملكة لعدة أسباب، منها زواجها السابق وعملها في مجال التمثيل، بالإضافة إلى غضب الملكة من ميغان عندما تجاهلت أخذ رأيها في إطلاق لقب الملكة المفضل ليليبيت على الطفلة الملكية الجديدة ابنة دوقة ساسكس.